وأولى فقرتنا فقرة تغذية مستمعينا دائما مع ضيفتي وضيفتكم اللي إن شاء الله غتكون معنا طيلة هذا الأسبوع الدكتورة الباحثة في مجال التغذية أسماء زريول. صباح الخير. صباح النور حليمة. صباح النور جميع. صباح الخير أسماء، نتمنى إن شاء الله تكوني بخير وعلى خير. شكرا بزاف، تحية لي كل الجميع. مرحبا بك أسماء، دائما سعداء باستضافتك على اللقاء المفتوح، وأكيد إن شاء الله خلال هذا الأسبوع هذا غادي نتكلموا على مواضيع كتخص التغذية. فاليوم ما غادي نحاولوا نعطيوا ربما بعض المفاهيم المغلوطة حول جوج ديال الحويجات اللي ربما تيوقع لنا الخلط فيهم أسماء، الأغذية المخللة والأغذية المخمرة، شنو الفرق بيناتهم؟ نعم، بالنسبة للأغذية اللي تكون مخللة فبالنسبة للأغذية المخللة احنا كنعرفوا ان هاد بعد الطريقة ديال التخليل هي واحد الطريقة لحفظ الأغذية. لحفظ الأغذية، نعم نعم، هي طريقة من طرق حفظ الأغذية اللي كتعتمد على إضافة بعض يعني على إضافة بعض المواد للحفاظ على المكونات الأساسية اللي كتكون والقيمة الغذائية اللي كتكون في يعني في هاد الأشياء اللي درنا لهاد هاد العملية ديال التخليل. فواللي هي اللي ممكن كتكون خضر بأنواعها، لأن جميع الخضر كيمكن لنا نديروا لها هاد العملية هذه. وباش نعطيو مثال والناس تفهم، كنتكلموا على مثلا الأغذية اللي يعني في وهذه عادة بعدا هذه عادة كنلقاوها في المدن القديمة المدن العتيقة في المغرب. فتلاحظوا مثلا أن عندنا مجموعة من الأطباق اللي هي نتجة أو نتيجة ديال العمل ديال المخللات ديال مثلا إحنا كنقولوا لهم تراقد. أي تراقد ديال تراقد. فبزاف ديال الناس يعني كبروا وعرفوا مثلا دنجال مرقد، باربا مرقدة، فهذه هي خزو، نعم الكونكومبر اللي هو الخيار الصغير. فهذه هي هذه هما المخللات. نعم. طريقة ديال التخليل أسماء، غير باش ما حدنا تنتكلموا على التخليل، يعني واش يعني الطريقة ديالو ما تيكونش فيها يعني بعض الأضرار يعني إلى الدار يعني بطريقة صحيحة كيف ما كنعرفوا مثلا؟ شوفي، هو بطبيعة الحال لما دارش بطريقة صحيحة ولما دارش لها مثلا مواد أولية اللي هي جيدة، نعم. أكيد أن غيكون عندها أضرار. ولكن هذه الطريقة ديال التخليل هي الطريقة اللي دارت منذ الأزل، يعني أول طريقة عرفها الإنسان في التخليل. أنا علاش طرحت عليك السؤال، لأن في بعض الأحيان تشوفوا يعني ربما كاين الناس اللي كيديروا بهاد القضية ديال التخليل، ولكن أسبوع أو 15 يوم تتلقي ديك القرعة مثلا تصوفات. فهنا فين تطرح السؤال، واش ربما الطريقة كانت غلط أو يقدر مثلا خاص واحد المعايير باش نديروا تخليل يعني بالشكل الصحيح ديالو؟ نعم أكيد، صوفات معناتها كاينة كونتاميناسيون. يعني كاينة كونتاميناسيون، يعني هذاك الشيء خصنا نتخلصوا منه. هذه هي الأكيدة. ودابا التخليل إلا درناه مثلا إلا كان مغشوش راه يقدر تصوف داك الشيء صوف والإنسان ما يخليه يعني يعاود يغسلو يعاود يستعملو في بعض المحالات، وهنا هذه المسألة اللي خطيرة. ولكن الناس اللي كيكونوا دي بروفيسيونيل ديال هذه المسألة هذه، نعم، ما يعني كيكونوا ضابطين كمية في الطريقة بحيث انها ما يمكنش توقع عليها يعني لا هاد المشكل هذا. واهم حاجة ممكن نردو لها البال هي الاواني فين كنقومو بحفظ هاد المخللات. نعم، دابا الاواني علاش باش كنكونوا حنا كيتم اضافه الملح، كيتم اضافه الخل الى ما ذلك، ولكن الاواني فين كيتم التخليل مهمه جدا. فما يمكنش نستعمل شي حاجه من غير الدجاج. نعم، من غير الدجاج ضروري خص يكون عندنا
فالنجاج مثلا بالنسبه للملح من الضروري كاين اللي كيبغي يديرها بلا ملح، ولكن من الاحسن ومن الافضل يضاف الملح. كنعرفوا وديك الساعه حيت راه سميتها مخللات، هذيك الساعه ملي كنضيفوا الملح راح كنديروا بحسابو ملي كناخذوا اغذيه اخرى مالحه. يعني كنحسبوا ليه باش الانسان ما يتجاوزش الكميات المنصوح بها. إضافة الخل يكون عندنا مثلا خل من نوعية جيدة. يعني هذاك الأواني فين غنقوموا بالتخليل من الأفضل أن نقوموا بلا ديزانفكسيون ديالها، ولا كيفاش نقول التعقيم ديالها. هذا هو المصطلح الأنسب، التعقيم ديالها عن طريق ماذا؟ عن طريق تعريضها للحرارة خفيفة. بحال اللي كنديروا في لابوغاتوار في البايس، كنشدوا واحد الإناء وكنعرضوه للحرارة من الداخل النار شويه العافيه، كنقلبوا من العافيه باش كنحيدوا اي بكتيريا ممكن تكون عالقه فيه. وهذه امن طريقه عاد نقوموا يعني بعمل طريقه يعني المخلل. المخلل نعم نعم اللي غادي نحتاجه. فهذه هي تقريبا الطريقه. شحال هذه كانوا الناس يعني دي بروفيسيونيل، وكان هذا الشيء جاري به العمل وكيقوموا بالتحضير ديالو، وكان دابا مزيان كاين دابا قليل الناس في الحقيقه اللي احنا ما تنعمو شيء، ولكن قليل ربما الناس اللي ولاو يعني تيقوموا بهذه العمليه في المنزل، ربما اللي توفر يعني هذه المواد يعني في الاسواق، ولكن كيف ما قلتي ما كاين ما احسن ما الانسان يصوب يعني الحاجه على يديه في المنزل، كيعرف شنو كيدير والمقادير كيف ما قلتي والمعايير حتى هي معايير السلامه باش بطبيعه الحال الاغذيه ديالنا تبقى سليمة. نعم، وكاينه واحد المسألة أخرى حتى هي كنشوفها بزاف في السوشيال ميديا للمخللات. كيتكلموا مثلا على هاد المخللات وتيهضروا أن مثلا إلا خديناهم وطحونين على شكل عصير المخللات راه غيساعدوا في إنقاص الوزن، راه غادي يفيدوا نهائيا نهائيا. عصير خصوصا عصير المخللات ما عندوش علاقه نهائيا بانقاص الوزن. كيجي عصير بعدا هو مخلل فعلا كيجي عصير. فهذه بعض الاشياء اللي كيبقاو الناس كيفكروها كتجيهم في دماغهم لوجيك، ولا تكون هي نفعت معاهم لسبب او لاخر، وكيحاولوا يطبقوها على كل شيء. بالنسبه للناس كاينين بعض الناس ما خصهمش يستخدموا كاع ياخذوا هذه المخللات. شكون هما الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم؟ وهنا راه ديما كنقولوا المخللات في التراقد باش الناس تفهم، راه التراقد ولا عندها شي سميه اخرى. عندهم من غير التراقد كاين واحد المصطلح اخر. حسب المدن ما كيستحضرنيش الان، ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم لا طونسيون ما خصهمش ياخذوه نهائيا. لان الملح المخللات من الملح. كذلك يعني تقريبا كان الناس اللي عندهم مشاكل حتى في الكلى ما ياخذوش. بالنسبه للناس الماديه اللي ما عندهم حتى مشكل صحي، فهو تناول المخللات كيخلينا نزيدوا من الحصه اليوميه اللي كناكلوها ديال الخضار يعني في اليوم ديالنا بطريقه اللي هي امنه وجيده. واللي جيد في المخللات اننا شي حاجه اللي يمكننا نصيبوها ونديروها في قرعات نديروها معنا كسلطه. اي بطبيعه الحال وممكن نحتفظوا بها بطبيعه الحال مده طويله. واش هنا فين تيطرح السؤال، واش يعني ممكن نحافظوا على جميع الخضار بنفس المده تقريبا؟ يعني ممكن اي خضره الا خلناها ممكن نحافظوا عليها يعني لمده طويله، او كاينين ربما بعض الخضر اللي دغيا خصهم يتسالكوا قبل ما يوصلوا لواحد المده معينه؟ هو شوفي هو تقريبا كاين اللي كيدير الفلفله، كاين اللي كيدير الخيزو، كاين شوفي هو هما كلهم يمكن نستعملوهم يعني جميع الخضر ممكن تكون مخلله. جميع الخضر تقريبا تقدر تكون مخلله، غير هي اللي كيختلف هو لا كاليتي اورغانوليبتيك، بمعنى الطريقه او المذاق ديالها كيبدا يختلف. يعني كاين اللي غيعجبو ما كيختلفش يعني ولا خيب، ولكن كل
كل واحد شنو كاين اللي كيعجبو المذاق بهذيك الطريقه، كاين اللي ما تعجبوش وهي غاده. ولكن اكيد اكيد ان استعمالها ان تخليل الخضار كيزيد الفائده ديالها من ناحيه ان تولي عندنا ديك البكتيريا النافعه اللي كتولي عندنا في المخللات، واللي كتساعد لنا على ان الجهاز الهضمي يبقى عندنا بصحه جيده. وكما قلت لك هي مصدر إضافي للخضار والألياف عند الناس. نعم. سؤال أخير أسماء، واش التخمير والتخليل يعني عندهم نفس الخاصية أو لا؟ شوفي، هو التخليل كتنتج عن نوع عملية تخمر واخا. ولكن هذا عملية التخمر هذه اللي كتخلي البكتيريا النافعة تكون نافعة تكون جيدة. وأيضا أن التخمير ديال مواد أخرى، مثلا التخمير ديال العجين، التخمير ديال العجين تهو مسألة اللي هي جيدة. علاش؟ لأن المفروض التخمير مثلا ديال العجين والتخمير كله كيعطينا يعني كيبدل لنا، كتكون عندنا فوائد وكيزيد لنا من الفوائد. فالتخمير مثلا ديال الخبز كيساعد على فك الروابط، إذا كان تخمير بلدية كيساعد على فك الروابط وامتصاص أفضل للمعادن الموجودة في الأغذية. نعم. فهذه مسألة مهمة، إذا هي تخمير ولكن بطريقه نوعا ما مختلفه. نعم. وغدا غادي تكون عندنا كذلك قراءه مختلفه بالنسبه لي بواط دو كونسيرف اسماء. اكيد اكيد. كل واحد كيفاش خصوصا الصيف هذا غنحتاجوا هذه المعلومه. غنحتاجوا بزاف هذه المعلومه هذه، كيفاش نقراو تاريخ مده صلاحيه المنتوجات الغذائيه غدا معك ان شاء الله اسماء على نفس التوقيت. شكرا جزيلا لك، صباحك مبروك.